فقال رجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال انتبهوا السؤال هذا، إن كان له إبل يروح للإبل، إن كان له غنم يروح للغنم، إن كان له أرض يروح للأرض. سأله سائل إذا لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض وين يروح؟ نعم. عم يتساءل.